السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح لكم ازاي نزود عدد الاشتراكات وعدد المشاهدات على قناتنا اليوتيوب. اول حاجة هنروح للرابط اللي انا هسيبه اسفل الفيديو، هو youtubeclub.com. اول حاجة هنعمل لوجن، هنا هنختار، هندخل بحسابنا، ده هتختار حساب، تدخل بحساب الفيسبوك او جوجل بلس. انا عموما دخل عن طريق جوجل بلس، كل واحد براحته. موضوع سهل جدا وانا جربته امبارح، وفعلا الزيادات وصلت في خلال اقل من نص ساعة 251 مشاهدة. تمام، هسجل من حسابي. بيفتح. تمام، دخلت اهو لحسابي. اول حاجة هنضغط عليها الاختيار التاني exchange. URL list، نختار الاختيار التاني. الاختيار التاني ده اللي احنا هندخل منه عنوان الفيديوهات بتاعتنا، اللي هيكون عايزين نزود المشاهدات بتاعتها. تمام، انا امبارح كنت مسجلة في كل دي مشاهدات، بسرعة لقيت الارقام بطريقة فظيعة بتزيد. تمام، القناة بتاعتي طبعا هبقى فاتحاها، هروح عليها، هختار بعدها اروح على مدير الفيديو. تمام، بعد ما رحت على مدير الفيديو هختار الفيديو عايز ازود المشاهدات بتاعته. مثلا هختار مثلا الفيديو ده، هدوس كليك، كوبي لينك ادرس، وهروح ارجع الصفحة بتاعتي ديتيل. هنا هكتب اي اسم يكون طويل، اي كلمة. اوكي، وهنا هعمل بس. اوكي، بعديها هضغط على ايد. ده للضيف الاخير. اوكي، مثلا همسح دول، يعني دول دخلتهم امبارح ما عملوش مشاهدة. كل ده حقق مشاهدة نسبة عالية، امبارح وصلت ل251. ماشي، وكل الفيديوهات هتكون بالطريقة دي. هجرب برضو واحد تاني اهو، برضو كوبي لينك، هروح هنا بأي اسم كده، هنا بيست، اد. تمام، طيب اوكي. هنشوف تاني جزئية يوتيوب سكراب. هنا
دي هندخل فيها اسم القناة بتاعتنا. عفوا هنرجع تاني URL. URL list هي دي اللي بندخل فيها عنوان القناة بتاعتنا وعنوان الفيديوهات اللي انا شرحتها بالطريقة اللي فاتت. هنا عشان ندخل عنوان القناة هدوس هنا يوتيوب. تمام، هوريكم ازاي نجيب عنوان القناة بتاعتنا. هرجع اليوتيوب، هدخل على قناتي، قناة بعد ما دخلت هنا على القناة هعمل همسح اسم القناة بتاعي لحد هنا، هعمل كوبي وارجع تاني. أدوس هنا برضو أي اسم وأنسخ اسم القناة بس. أوكي كده، وهعمل إد. تمام، انا عشان انا ضايفه القناه بتاعتي فهو موجوده بالفعل، بس انا بوريكم ازاي اهو فعلا انا ضايفاهم. تمام، دي المشاهدين دي خاصه بالفيديو. يبقى انا وريتكم الطريقه ان احنا ازاي هنضيف القناه بتاعتنا، والطريقه التانية ازاي احنا ازاي هنضيف الفيديوهات لزياده عدد المشاهدات. تمام، ازاي هجمع النقاط اللي انا مفروض كل ما هزود هنا النقاط الجزئية دي، كل ما النقاط هنا تبقى كبيرة كل ما هيتبقى في امكانية اكبر لمشاهدة الفيديوهات. او هدخل هنا، طبعا في طريقتين، ان انا اشاهد فيديو مدته 40 ثانية او ان انا اشترك في قنوات اخرى. هنشوف، هنجرب الطريقتين، هنشترك اهو في قنوات. هضغط على الاختيار الرابع يوتيوب سكرايب. تمام اهو هنا فتح لي لو انا هشترك في القناة دي your account will be added، هيزود لي 5 نقاط. هنا سهل جدا كده، كل ما هشترك في القنوات اكتر كل ما هيبقى حسابي اكبر لامكانية المشاهدة والاشتراكات. تمام، ضاف لي 5. هنا مثلا قناة المحترف للمعلوميات، نشترك فيها. تمام، هنا النقاط 8، هعمل ريفرش. هنا زايد، شلت نقطة الناقص. هوريكم ازاي نشاهد برضو، هنا برضو هدوس نشاهد الفيديوهات الناس اللي عايزة تشاهدها لمدة 40 ثانية. هدوس watch now. زي ما قلت لكم فعلا انا حسابي زاد، كان اول 8 وصل 12، عشان النت بطيء عندي شوية. بس هي دي طريقة الموقع، وهسيب لكم سايبة لكم الرابط اسفل الفيديو. اتمنى يكون فهمتوا، ياريت تشتركوا في قناتي وشكرا.